أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصة تدريبية جديدة عشية اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب حرس الحدود. الحصة شهدت عودة كل من حكيم زياش ويونس بلهند إلى التدريب الجماعية للأسود، حيث بات تركيز النخبة الوطنية على المواجهة المقبلة أمام الكوت ديفوار برسم الجولة الثانية من دور المجموعات. Very important because always the first game is difficult. الفوز في المباراة السابقة أمام ناميبيا كان جد مهمة لأنه دائما ما تكون المواجهة الأولى جد صعبة. لقد تعرضنا للهزيمة في المباراتين الوديتين التي لعبناها، وهذا الانتصار مهم من أجل استعادة الثقة وللمجموعة. الآن التركيز على المباراة المقبلة أمام الكوت ديفوار وتحقيق نقاط الثلاث في كامل المباريات المتبقية، واللاعبون جاهزون للمنافسة على اللقب وسنحقق البطولة الإفريقية. ان شاء الله ندولا بالتور ان شاء الله. الكل سعيد بعد الانتصار أمام ناميبيا، ونرغب في تقديم الأفضل والحصول على نتائج جيدة، لذلك نتدرب بجدية من أجل تحقيق ذلك. وناميبيا دافعت بشكل جيد، ما صعب علينا المواجهة، لكن أنا سعيد بهذا الفوز، والآن التركيز على المواجهة المقبلة أمام الكوت ديفوار والتي لن تكون سهلة بعد فوزه هو الآخر، حيث أن نتيجة الفوز ستمكننا من التأهل إلى الدور المقبل. ومن المنتظر أن يجري الأسود حصة تدريبية جديدة غدا بنفس توقيت حصة اليوم، وهو ذات التوقيت في مباراتهم أمام الكوت ديفوار، حيث من المنتظر أن تكون درجة الحرارة أقل من المباراة الأولى أمام ناميبيا، ما سيجعلنا نتابع مواجهة قوية وصعبة على المنتخبين. أسمع يلا. نعم. أنت يلا داخل.